السلام عليكم. من اول ما بتتولد لغايه ما هتموت وانت بتلعب اطول ماتش بينج بونج في حياتك، على ناحيه من الترابيزه انت وعلى الناحيه التانيه من الترابيزه الشيطان، والماتش ده مصيري. لو كسبت جنه ولو خسرت نار. كل كوره الشيطان بيبعتها لك يبقى معاها معصيه، شهوه، شبهه، او حتى عايز ينسيك فرض. فلو انت متدرب ومركز هترد عليه كل كوره. فلو قال لك مثلا ما تصليش هتقول له لا هصلي. ما تتحجبيش هتحجب. صاحب بنات مش هصاحب. طب انسى الفرض، انسى. بس تخيل بقى انك مش في الماتش اصلا، كل الكور هتعدي بسهوله، ما انت مش موجود. مع ان ده شغلانه الشيطان، الشيطان قاعد ومركز. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني اكتر الناس مش هيبقوا عارفين ان في ماتش اصلا، مع ان ربنا قال لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خدوا بالكم. طب خلاص انا نسيت الماتش وما كنتش واخد بالي منه وكل الكور دي عدت مني، خسرت انا كده خلاص؟ لا طبعا، لسه في ايدك كارت التوبه يرجع الماتش مش بس 0-0، ده يرجعه وليك نقط. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني من الاخر كده، من هنا ورايح خد بالك من الماتش. شربني هيسبني. انا اسف سيد الناس، والله والله ما انا قاصد يا سيدنا. حاضر ابدا يا باشا. رب بعد ما اتفرجت على الفيديو، يعني خليك جدع بقى، لايك وسبسكرايب وشير والحاجات اللي الناس بتقولها دي. السلام عليكم.